السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة صفا العودة العطور. لو لسه مشرفتنيش بالاشتراك في القناة يا ريت تشرفني دلوقتي وتفعل زر الجرس كمان عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا جدا. وبالمناسبة لو أنت استفدت من الحلقة تقدر إن أنت تشيرها لأصدقائك، زي ما أنا بتعب على المعلومة وأديك معلومة قيمة جدا كأداء للعطر بتاخد قرار بناء عليه. يا ريت أنت كمان تكرمنا بلايك، أقل شيء ممكن تكرمنا بيه بلايك، وكمان شير لحد يكون مهتم جدا بشراء العطر او كمان بيسألك على عطر يكون كويس. لو انت مهتم بالعطور، خصوصا العطور النقيه، العطور الراقيه، العطور اللي طبعا مش ماده فقط عطريه تم تصنيعها في المعامل او زيت عطري تم تصنيعه في المعامل فقط ان هو يجي لك، لا انا بكلمك هنا على العطور المميزة جدا سريعا جدا بدون ما اطول عليك. لو انت عايز عطر يجمع بين ريحة النظافة والورد، العطر ده هيكون مناسب جدا بالنسبة لك. شوف الفيديو للآخر بإذن الله هتستفاد بمعلومات قيمة جدا جدا عن العطر. كمان هنتكلم في العطر عن عوامل كتير جدا، عوامل الثبات، عوامل الثبات وانتشار الريحة. في ناس كتير جدا مش فاهمها، برضه هنوضح المعلومة دي. كمان هنتكلم معاك على أداء العطر، ويعني إيه أداء العطر، وأداء هل أداء فقط هو انتشار العطر حوالين منك ولا إيه؟ ده الكلام هنتكلم فيه برضه باستفاضة. النهاردة هنتكلم على عطر من شركة درع. شركة درع طبعا بتقدم عطور من العطور المميزة وكمان تصلح بالنسبة لك، هتكون رجالية أو نسائية، وفي نفس الوقت كمان سعرها اقتصادي مقارنة بالبراندات الأخرى. لكن لا نغفل شيء مهم جدا برضو، لا نغفل ان احنا دايما بنحب السعر كويس، وفي نفس الوقت لازم نعرف المواد المستخدمة داخل العطر، لان المواد دي يا جماعة لها تأثير قوي جدا على العطر. في حوالي اكتر من 12 مادة عطرية بيتم تصنيفهم، تم دخولهم دلوقتي في المسببات الحساسية، وطبعا المسببات الحساسية والمسببات للكحة، وفي نفس الوقت اللي بتعمل مشاكل للبشرة طبعا منظمة إفرا بتوصي بيها ودخلتها طبعا. فاللي انا اقدر ان انا اوصلك بيه يعني بعيدا عن اي مواد وبعيدا عن اي شيء، اللي انا اقدر اوصلك بيه ان انت تكون عارف ايه اللي موجود على ظهر العلبة، بيكون في مواد بتكون موجودة فيها. طبعا مقارنة المواد دي بالموقع، وكمان هسيب لك الموقع بإذن الله أسفل الفيديو تشوفه في الرابط. الموقع ده هيعرفك كمنظمة إفرا، هتاخد الاسم الموجود في على ظهر العلبة وفي العلبة، أي كانت العلبة، الشركات الكبيرة هتلاقي دايما بتكتب المسببات الحساسية بالإنجليش برضو في ظهر العلبة. هتاخد الاسم وهتحطه في السيرش، هيظهر لك ويظهر لك كل النتيجة بتاعته، عشان بناء عليها انت تقدر تستخدم العطر ده او ما تستخدموش. ده مهم جدا جدا، كمان المعلومة مهمة جدا للناس ما بتعرفش تستخدم العطر، او كمان بيكون عندها حساسية وهي مش فاهمة الحساسية من ايه، وهي مش عارفة العطر والحساسية، وهي مش فاهمة الحساسية من ايه، وهي مش فاهمة العطر والحساسية بتاعتها دي بتيجي من ايه، او استخدامها العطر ده ولا لا. ده الشق الاول. هنتكلم بقى النهاردة على عطر مسك توفي من براند درعة، من عطور درعة. طيب في البداية كده، الورد الدمشقي، العطر كله يا جماعة، الهرم العطري كله مكون، فلسفة العطر نفسه هي مبنية على المسك الابيض، اضافة بسيطة جدا من الصندل، دي القاعدة العطرية المكونة من كده. كمان الفانيلا من اكتر الزيوت العطرية اللي انت بتستخدمها مع المسك وتكون متناسقة معاه. الفانيلا من اكتر الزيوت العطرية المتناسقة جدا مع المسك الابيض وكمان الصندل. يعني ايه متناسقة؟ يعني بتكون في ترابط افقي بينهم. الترابط الافقي ده يا جماعة من الزيوت العطرية المتناسقة جدا مع المسك الابيض، المسك الابيض والصندل. طيب يعني ايه متناسقة؟ يعني في حاجة اسمها ترابط افقي وترابط عمودي، طبعا انا اتكلمت عنه في فيديوهات سابقة، طبعا هوضح لك لو انت اول مرة تشرفني في القناة. الترابط الافقي ده يا جماعة هو ده التحدي الاكبر لمصمم العطور،
وهنا انا بتكلم على مصمم العطور، لان الناس بتروح لتركيب العطور، لا، تركيب العطور ده شيء مختلف تماما عن تصميم العطور. فتصميم العطور ده شيء من اهم الفلسفه بتاعته، عامل زي النوتات الموسيقيه بالظبط، اللي انت تقدر ان انت يعني تعمل نوتات موسيقيه تكون مميزه جدا مع الاذن وكمان مع الانف. ده شيء في غايه في الاهميه. طيب المسك الابيض والصندل والفانيلا، ده القاعده العطريه بتاعه العطر. يعني العطر ده هيجي لك ريحته وريحه نظافه، في لمسات من لمسات الصندل. يعني ايه القاعده العطريه؟ يعني المسك الابيض والفانيلا والصندل من اكتر الاشياء اهميه بالنسبه لمصمم العطور عشان يقدر يصمم عطر يكون مناسب جدا. يعني ايه؟ يعني يمتزج الزيوت العطريه مع بعض. امتزاج الزيت العطر مع بعض هو ده نجاح العطر. كذلك امتزاج القاعده العطريه تماما جدا. بعد كده لازم يشوف الزيوت العطريه المتوافقه مع وسط العطر. وبعد كده لما يخلص وسط العطر موجود فيه العنبر، وهنا احنا بنتكلم على عنبر جراس وسويت، رائحه سويتيه. رائحه سويتيه دي يا جماعه تم تصنيعها في المعامل بنكهات يعني اكوارد. اكوارد تم تصنيعه بعد كده دخوله في الزيت العطري. الاكوارد ده بيكون مجموعه من الزيوت العطريه بتكون خاصه بالمصمم العطر، ممكن يحط فيها الباتشولي، ممكن يحط فيها زيت الياسمين، ممكن يحط فيها زيوت تانية، اكتر من 10 زيوت او 15 زيت على حسب المصمم ودماغه هو يحط ايه في الزيوت العطريه. بس ده شيء بيكون خاص بيه اسمه اكوارد، بس عشان تبقى عارف المعلومه. بعد كده دخول اكوارد في الرياح السويتيه، هو عامل اكوارد سويتي من الروائح كلها السويتيه، عم جمع منها عامل اكوارد. ندخل اكوارد مع عنبر جراس، فده برضو شيء مميز جدا. انطباعك الاول عن العطر ده هو عطر في المقام الاول هتشم فيه الورد والكراميل، ريحه سويتيه في بدايه العطر وفي قاعده العطريه، وفي الاخر جايب لك ريحه نظافه. مسك توفي من 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 الزيوت العطريه او العطور الراقيه، انجاز التعبير العطور الراقيه المميزه. في ناس بتميل ليه، ان تقول لك لا اكتر هو نسائي، في ناس بتقول لك لا يمشي رجال نسائي. انا انطباعي الشخصي عن العطر، العطر مناسب للجنسين، مناسب للرجال ومناسب للنساء. كمان انا هسيب لك رابط اسفل الفيديو باذن الله، تقدر ان انت تحصل على خصومات وعروضات شركات لو انت سجلت برضو معانا في التسجيل مهم. وبعدين برضو في دورة للعطور، حابب ان انت تاخد دورة فلسفة كل اللي انا بتكلم فيه ده، برضو شيء مهم جدا كمان ان انت تكون مهتم اكتر، وان انت لو انت عندك كمان بيزنس تقدر ان انت تاخد الاتجاه ده وتتعلم اكتر وتستفاد اكتر. طيب اداء العطر، اداء العطر انا شايفه من العطور مميزة جدا. اداءه كانتشار، كانتشار لا هو بينتشر مثلا على بعد مترين من موجود حواليك. ولكن هنا في نقطه في غايه في الاهميه بالنسبه لاداء العطر، ممكن اداء العطر يكون بالنسبه لي انا كويس. طيب ده بتحدد على ايه؟ ممكن اداء العطر يكون بالنسبه لي انا كويس، طب بتحدد بناء على ايه؟ بناء على درجه حراره الجسم، درجه حراره الجو، عوامل كتير جدا بتاثر في العطر. ده ياخدنا للنقطه الثانيه اللي هو العوامل المؤثره في ثبات العطر. العوامل المؤثره في ثبات العطر في اشياء كتيره جدا بتدخل دلوقتي، على سبيل المثال مضادات الاكسده بتدخل في الزيوت في العطريه. يعني في ماده اسمها ماده الدي بي جي برضه بتدخل في الزيوت العطريه كماده مثبته. مثبته لايه؟ مثبته للعطر، يعني بيخلي العطر يديله ساعات اطول كمان على الزيوت العطريه. طيب في ماده كمان بتدي مده صلاحيه للعطر، يعني العطر ده بتشمه العطر ده بالمواد الطبيعية البحتة، يعني 100% مادة طبيعية. المادة الطبيعية دي بيجي لها وقت وتنتهي. أبسطها لك، يعني أنا دلوقتي لو جبت وردة، الوردة دي قطفت الوردة، الوردة ليها وقت وبعد كده تدبل تنتهي خلاص. ليه؟ لأن ما عادش فيها الأكسجين، ما بتستمدش من الأكسجين. كذلك الزيوت العطرية لما بيتم عصرها ليها وقت معين، والمادة دي بتبدأ تتحلل، وبعد كده مع فترة من الزمن العطور دي يعني المادة بتخف خلاص، بتنتهي، بتروح الرونق بتاعها. إلا في زيوت عطرية خاصة، يعني زيوت عطرية مش هنتطرق لها دلوقتي، لكن عايز أدي لك المفهوم العام. المفهوم العام دي الزيوت العطرية الطبيعية. طيب بيدخل في المواد دي، بيدخل في الزيوت العطرية
في الجرورة نفسها في تصنيع العطر بيدخل في مواد مثبتات للزيت العطري. مثبتات هنا للزيت العطري هي اللي بتدي لك التثبيت الكامل بالنسبه لك ان العطر يطول معاك على اكبر قدر ممكن، اللي هو يفضل معاك على الملابس، يفضل معاك على ورقه الاختبار. لذلك ده برضو شيء مهم. في كمان زيوت عطريه بيتم تصنيعها في المعامل بتقعد معاك وقت كبير جدا، تصل ل 100 ساعه يعني ببساطه يعني. فهنا احنا بنتكلم على الزيوت كلها، كل الزيوت اللي انت تشوفها في الشركات العالمية، في حتى في اكبر الشركات العالمية، في شانيل، في ديور، في عبد الصمد، في ايا كان، الزيت العطري في النخبة العود، في العربية العود، في ابراهيم القرشي، في الشركات العربية والاجنبية. مصمم العطر بيتجه دلوقتي ناحية 50% من الزيوت الطبيعية و 50% من مواد الاروما كيميكال اللي بيتم تصنيعها في المعادن. طيب اللي بيتم تصنيعها في المعامل ليه بيستخدموها؟ عشان يديلك ثبات العطر الطبيعي اكتر. فهمت الفكره؟ اظن الرساله كده وضحت بالنسبه لي. طيب ده يهمك في ايه؟ ده يهمك ان انت لازم تعرف ايه اللي موجود في العطر. كمان بتحط في العطر حاجه اسمها مضادات الاكسده. مضادات الاكسده عشان في عطور بتحط على الجسم، في لو انت حطيت العطر على الجسم بتديله مضادات الأكسدة، عشان في عطور برضه بتحافظ على زيوت عطرية أو مواد كمان بتحافظ على الجلد نفسه. في زيوت عطرية كمان بتتحط على الجلد. احنا هنا مش بنتكلم على البخاخ، احنا كمان بكلمك على الزيت العطري اللي بتحط على الجلد اللي هو المادة الزيتية. لما بتيجي تحط على الجلد ما بتأثرش على الجلد. ليه ما بتأثرش على الجلد؟ لأن فيها مواد طبعا مضادات الأكسدة عشان ما تحرقش الجلد بتاعك. اللي انت بتعرفوش بقى ان في مواد لو اتحطت، وطبعا ده اللي انا بقول لك عليه منظمه الافره منعته، وتقدر تدخل على الموقع وتشوفه. كمان انا هسيب لك المواد دي برضو اسفل الفيديو عشان برضو تقدر ان انت تراجع المواد دي ورايا، وتقدر تاخد المعلومات برضو بشكل كامل وصحيح. العطر انا شايفه اداء كويس من العطور اللي انصح بيها ان انت تقدر ان انت تستخدمها كعطر يومي مميز. اما بالنسبه للمواد المؤثره او العوامل المؤثره في ثبات العطر، زي ما احنا قلنا اول حاجه درجه حراره الجسم، الزيت العطريه، جوده الزيت العطري برضو شيء مهم جدا، المواد المحطوطه في الزيت العطري برضو مهمه، درجه حراره المكان اللي انت فيه. يعني بيختلف العطر كليا يا جماعه بين مكان بارد ومكان حار، تفاعله مع كل اللي حواليك. لو انت مثلا شغال في مكان مثلا في مستشفى، او في عوامل كمان مؤثره، عوامل خارجيه مؤثره زي المواد اللي طبعا بتستخدم زي البنج، وزي الادوات الخاصه بالادوات الصحيه اللي بتستخدم في المستشفيات، والسرنجات والحاجات والادويه وحاجات زي كده، برضو دي عوامل كتيره جدا بتاثر على العطر بتاعك. لذلك برضو لازم تنتبه للموضوع ده. مش معنى ان انت العطر ما ثبتش معاك يكون العيب من العطر، لا، ممكن يكون عوامل مؤثره بالنسبه لك انت، او انت المكان اللي انت بتستخدم في العطر المكان ده غير مهيئ. العطر مش مجرد ان انا بستخدمه، لا، العطر قصه كبيره جدا بتتحكم فيه حاجات كتيره جدا، بدخل كمان في بالنسبه لك، بدخل كمان في التاثير على الذاكره، بدخل كمان العطر حافظ للذكريات. يعني انت ممكن تتذكر واحد فقط من العطر بتاعه، فده برضو شيء مهم جدا لازم ان انت تنتبه ليه. لذلك كل الكلام اللي انا بقوله لك ده يودينا في الاخر النقطه، اهتم باختيارك للعطر، اهتم باختيارك بالاناقه بتاعتك في العطر، ده شيء هيفرق معاك كتير جدا. اتمنى ان انا اكون افدتك، اتمنى ان انا اكون قدمت لك محتوى كويس. لو انت عجبك الفيديو تقدر تعمل له شير ولايك، ما تنساش باللايك، وكمان تشرفني بالتعليق بالنسبه لك. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.